ازيك؟ اكيد اكيد وحشتك. ثواني خد لك حلاوه. بص بقى يا معلم، حلقه النهارده من سلسله البرامج. النهارده هنختص بس بفكره واحده بس معينه معظمكم كان بيطلبها مني، وهي حاجه مهمه بصراحه، ازاي تمسح اي شخص انت مش عايزه من الصوره، او ازاي تنظف حتى الصوره بتاعتك. فانا النهارده جايب لك خمس برامج، الخمس برامج هتقدر عن طريقهم ان انت تمسح اي حاجه موجوده عندك في الصوره. ف يلا بينا. بس قبل ما نبدا على طول بقى، تنزل تعمل لايك كده، ولو لسه ما اشتركتش فلازم تشترك علشان هتلاقي حاجات جامده. اول برنامج هنتكلم عنه برنامج بسيط قوي، وفي نفس الوقت مساحته صغيره جدا، وهيعمل لك كل اللي انت عايزه. كده كده انا هسيب لك كل لينكات البرامج موجوده في الديسكريبشن، فتقدر تحملهم وتشوف انهي بقى يناسبك. لو جينا نفتح البرنامج، فدي هتكون الواجهه بتاعتك. هتلاقي عندك الجاليري والكاميرا والكوليكشنز وتوتوريالز عشان تتعلم منها. احنا خلينا نقول ان احنا هنفتح الجاليري ونختار الصوره اللي احنا عايزين نمسح منها حاجه. فلنفترض مثلا الصوره اللي انت شايفها قدامك، انا دلوقتي عايز اشيل الكلب ده من الصوره. فكل اللي انا هعمله هاجي عند تاني حاجه وابدا اعمل دايره حوالين الحاجه اللي انا مش عايزها بالشكل اللي انت شايفه ده. بعد كده هدوس على بروسيس واختفى، وهتطلع فوق هتلاقي كلمة سيف. لو عايز تعمل سيف للصورة هتدوس على يس وهتبقى موجود عندك في الجاليري. برنامج رقم 2، برنامج ده اسمه ريتاتش. اول ما تفتح البرنامج هيظهر لك الشكل اللي انت شايفه ده، من علامة الزائد اللي موجودة عندك هنا تختار الصورة اللي انت عايز تشتغل عليها. بعد ما تختار الصورة هتظهر لك القائمة اللي انت شايفها دي، فهتختار منها ريموف اوبجكتس. فلنفترض مثلا ان انا متصور وفي حد ناطط كده في الصورة، وانا مش عايز الشخص ده يبقى موجود معايا في الصورة. زي مثلا الصورة اللي انت شايفها قدامك دي، مثلا واحد كده طالع من جنب الصورة كده، انا مش عايز ده يبقى موجود معايا. فهاجي بس امسح كده على الشخص اللي انا مش عايزه بالشكل اللي انت شايفه ده، تتاكد ان كل حاجه كده متحدده، وهدوس على جو وهسيب البرنامج هو بيفهم مع نفسه كده وهيترجم. وبعد كده زي ما انت شايف، واعتقد هو ده اللي انت بتبقى عايزه. بتبقى متصور وفي حد كده نطط لك في الصوره وانت مش بتبقى عايز ده، فهو ده الحل. برنامج رقم 3، البرنامج ده اسمه ادوبي فوتوشوب فيكس. نفتح البرنامج بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده، هدوس على علامه البلس اللي موجوده من هنا واختار الصوره اللي انا هشتغل عليها. قدامي مثلا الصوره اللي انت شايفها كده، هدوس على هيلينج، هبدا امسح الحاجه اللي انا مش عايزها بالشكل اللي انت شايفه ده، وبمجرد ما ارفع صباعي هو هيبدا يشيل الحاجه دي. طبعا هبدا بقى ايه، اظبط بشكل احسن عشان الموضوع يبقى طالع مظبوط. وزي ما انت شايف، فبكل بساطه وسلاسه قدرت اشيل الشخص اللي كان موجود في الصوره. طيب لو عايز اعمل لها سيف بقى، هدوس على علامه الشير من هنا كده، بدوس على كلمه جاليري وهتبقى موجود عندك في الموبايل بتاعك. برنامج رقم 4، البرنامج ده اسمه اير برش. هتدوس على الجاليري عندك وتختار الصوره برده كالعاده. بعد ما حددت الحاجه اللي انا عايز اعملها، هدوس على علامه السهم كده، هيبدا هو يقول لي اسحب من الحته اللي انت عايز تخفي منها الجزء ده. فلنفترض مثلا ان انا رسيت على ده، وهكذا بقى كل العناصر الموجوده عندك في الصوره تقدر تعمل معاها نفس الفكره. بحس ان الدنيا دخنت قوي. نخش بقى على اخر برنامج، البرنامج رقم 5. البرنامج ده اسمه ايزي ريتاتش. البرنامج ده برده سهل قوي وجامد قوي. هتدوس على سيلكت فوتو وتبدا تختار برده كالعاده الصوره اللي انت هتشتغل عليها. بس البرنامج ده عنده مشكله ان هو بيأخر كده عقبال ما بيفتح الليله دي. نديها شويه دخان، نديها شويه دخان. فلنفترض مثلا الصوره اللي قدامي دي، هدوس على اوبجكت ريموفل، ابدا بقى ارسم واحدد الحاجات اللي انا مش عايزها. هشيل مثلا الظل بتاعي انا والكاميرا في الصوره دي، مجرد ما ارفع صباعي بس كده، مفيش اسهل من كده. موضوع جامد. هدوس على السيف من هنا وهتلاقيها بقت موجوده على الموبايل عندك. دي كانت حلقة النهاردة، كنا بنتكلم فيها عن أحسن خمس برامج تقدر تشيل بيهم أي إضافات أو أي أشخاص أنت مش عايزهم في الصورة بتاعتك، بدل ما تروح بقى لسه تبعتها لحد وتقعد تقول له النبي شيل لي الشخص ده. فبتأكد زرار تقدر تمسح أي حاجة. وما تنساش طبعا لو عجبتك الحلقة أنك تعمل لايك وشير وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتنزل تقول لي رأيك تحت في الحلقة دي، وعايز تشوف ايه في الحلقات اللي جاية. لا ده انت تستنى الحلقات اللي جاية عشان في ايه، في كلام جامد. ندي شوية دخان.